يا جدعان احنا حاليا متبهدلين في المستشفى. يا جدعان احنا بقالنا يومين بايخين، اللي يروح ويجي واللي ما يروحش، والواد زلزال المفروض ان هو مجبس ايده، المفروض ان هو مجبس ايده. هنجيبه وهنبدا نروح نصور في اي مكان تاني. سلام. طيب يا جدعان، وعايز اقول لكم ان حرفيا احنا اتبهدلنا في اليوم ده، لفينا على المستشفيات كلها لغايه ما عملنا اشعه على ايد زلزال، وايده طلعت مكسوره ومحتاجه انها تتجبس، ودلوقتي كنا احنا في طريقنا عشان نروح نجبس ايده. حرفيا اليوم ده كان بهدله وكان مرمطه وبهدلنا جامد قوي، بس كل ده بسبب غلطه حصلت. والوقت ده بقى كنا احنا لسه خارجين بعد ما جبسنا ايديه، زي ما انتم شايفين كنا احنا جايين، كنت انا وشريف واحمد سنه وزلزال طبعا ايده متجبسه، وكان معايا احمد بيلا بيصور. تعالوا نشوف ايه اللي حصل وركزوا الفيديو ده كويس جدا. اسيبكم مع الفيديو. لازم نعمل يا جدعان، مشكله كبيره حصلت، لازم نعمل ايه؟ نوصل لمكان نعرف نتكلم فيه ونفتح لكم تاني. معايا شريف وطبعا زلزال واحمد وركامر واحمد سنه. احمد سنه جه معانا اول وقت. احنا نركب العربيه ونبدا نوصل لاي مكان تاني، وركزوا معانا عشان في كلام مهم جدا. وبالنسبه لطه السلطان اللي كسر دراعه هيتعلم الادب وزياده. يلا مش حلو، ماشي يلا مش حلو، يلا بس يلا بس نركب العربيه دلوقتي للسيركه. العربيه ايه؟ تعالى ماشي. تعالى زي ما انتم ما شفتوا احنا لسه حالا، اقسم بالله لسه طالعين من المستشفى حالا حالا، وزلزال ايده اتجبست. عايز عمليه، عايز عمليه، عايز بقى بتاع ما تقعدش تتكلم وتلت كتير، مش محتاجه عمليه. لا طعم مش حلو. لا مش ولا حلو. بقول لك ايه؟ لا يا اسطى حلو. بقول لك ايه؟ انت قلت زلزال هو اللي غلطان، طلع هو اللي غلطان يا اسطى. لا يا اسطى يعني الكلام ده. بص هقول لك حاجه، اقول لك حاجه الغلطان هيتعاقب، ابن عمتي هيتعاقب، قريب اهو هيتعاقب عشان غلطان. النار مكارك جبتها فيا وجبتها وفتها وجبتها في زلزال، فاهم ازاي؟ معرفش. يا شريف ايه ده؟ ثواني يا جدعان، احنا عايزين يا جدعان نقعد في مكان عشان نشوف مين الغلطان. المجانين يربوا في 60 داهيه. الراجل اللي ايديه اتكسرت ده عمال يقول لك انا هقتل طه واخبط طه. طيب عم نروح، طيب عم نروح ونشوف الراجل ده هنعمل فيه ايه يا عم. احمد ما ينفعش يا اسطى، احنا بقينا عيش وملح يا اسطى. ركز يا اسطى في طريقك. طيب يا جدعان، زلزال دراعه اتكسر وجبسناه، وزي ما انتم شايفين اهو. اللي انا عايز اقوله لطه السلطان، انت كده غلطت فيه. المجانين هربت، ما هربتش في 60 داهيه. المهم ان الراجل ده دراعه اتكسر وليه حق عندك، هياخده باي طريقه عايزها، بس بالاحترام بالذوق مش بالعافيه، لان مفيش حاجه بالعافيه دلوقتي. التعامل يا عم زلزال بالذوق. هتقعد تقول لي هخطف ومش هخطف واقتله؟ انا لحد دلوقتي انا ولا دخلت حد من اهلي ولا كلمت حد ولا عرفت والدتي ان انا اتكسرت. انا كل ده ساكت بعمل احترام، بس انا مش هسيب حقي. زلزال بالسلامة. بقول لك ركز في طريقك بعدين. يا سلام يا سلام بقى، حقك هنجيب لك خلاص. زلزال حقك معايا انا. ركز حقك انت مالك يا عم. ايده خلي بالك، ركز في طريقك يا ابني، هتودينا في حته. وانت ما تتكلم يا عم ولا تعمل حاجه. اسمعني انت المفروض دلوقتي ليك حق عند حد، هتاخده بالراحه بالذوق. اسمعني ما تقول لي يا عم. هم يوقعني ماشي، وانتوا تشيلوني عند الصيدليه، وحتى ما جاش قال لي حقك عليا، ولا جه قال لي انا ما كنتش اقصر. ده قاعد في البيت مستخبى زي الحراميه. بس انا اقسم بالله حقي ما هسيبه. ابن عمتك بقى، ابن خالتك، اخوك، انا مش هسيب حقك. انا ما بقولكش سيب حقك يا عم، ولا هو بيقول لك سيب حقك. الراعي اللي ما بتفهمش. انت ظلمتني يا اسطى. يا عم انا ما ظلمتش حد. ظلمتني. يا عم انا ما ظلمتكش. وبص في طريقك. صورنا انا يا عم. دلوقتي يا جدعان المفروض ان احنا على طريق. والله 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 على طريق. هوجه رساله لطه السلطان. انا مش هستنى لما اداه تخف، بس انا وقسما بالله انا ما احلك، وعارف انا هجيب حقي ازاي. زي ما قلت لك كده الكلام خلص. زلزال انت تعبان زي بعد اذنك، انت تعبان دلوقتي، قاعد معايا انا يا ابني. يا عم يا جمال نو، بص قدامك يا جدعان، احنا دلوقتي حالا في مشكله، وانا هتعامل مع طه بس يلا يا عم. مزنوق. المفروض ان احنا هنقعد في مكان وهنجيب طه السلطان ونشوف مين اللي حق عند التاني. هنعمل قعدة عربي بمعنى اصح. النهارده هنقعد قعدة رجالة ونشوف مين اللي حق. الراجل ده لازم ياخد حقه. صح حبيب قلبي، بطل عبط. الراجل ده دراعه اتكسر، يعني مش صب... ده دراعه اتكسر، كسر له دراعه وبقه متعور ومتبهدل، فالراجل ده ليه حق، فلازم نرجع له حقه. هو جاي مع رجاله. المجانين يربي مش انا هنقف نرجع المجانين، لكن الراجل دراعه اتكسر. انا حقي مش هيرجع بكلام ولا هيرجع بمرضيه ولا هيرجع ببوس على دماغي.
الكلام ده كان في الاول، انا حقها هيرجع بتعويضه. يا عم اسكت خالص بقى. حقها هيرجع. طيب يا جدعان، المفروض دلوقتي اللي احنا قربنا للمكان، رنينا على طه من شويه وقلنا له تعالى، واحنا طبعا انا واحمد ورا الكاميرا اهوت، شحل طه وشريف اهوت، شحل طه، واحنا كلنا موجودين، وطه المفروض اللي هو مستنينا في المكان ده. اقسم بالله انك هجيب حقك يا اتقل يا عم خير، انت بس خش عليه، وعايزين يا جدعان بالراحه. ده يا جدعان ابن عمي، هو غلط وانا معاكم ان هو غلط، بس ياخد عقابه عمو استاذ دماغك. ماشي ياخد عقابه عمو. اهو 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 يا اسطى، افتح الباب. ايه بقى طه بقى؟ انت تراعي الكسر يا رمضان، مش عايزين نقول الكلمتين بتوعك. انت ماتلو مني، انا دراعي ما تلومنيش على حاجه انا ما عملتهاش. انت دراعي يا عم، يا عم بقولك اسمع يا عم، عشان ما تحش فيك، عشان ما تحش فيكوا، انا بعرفك انت. اوعى اوعى يا اوعى يا انت، انا اقول لك كلمتين بس يا جدعان. انا كل ده اتكلم، اتكلم انا كل ده بصور كلمتين واسمعهم. بس كده انت لو جاي تتكلم اتكلم بقى يا اسطى. كل ده انا ما كان دخلت ضربته وده ابن عمي، فانت مفروض ما تضربوش. الحلو يربط الموضوع، انت ما تضربوش ده ابن عمي. يا عم مكار، اتكلم بس غلطان، بس غلطان، اتكلم معاه، اتكلم معاه، اتكلم معاه، اتكلم معاه. اسمع بس كده، اسمع بس كده يا اسطى، اسمع كده يا اسطى. انا جاي ودراعي مكسور، هتيجي على دين امي اطلع دين يا حبيبي. بص يا عم انت عامل لك غير غير مكاكا، غير مكاكا. امسك يا خلاص، غلطان. هات يا اسطى، يا ابا انا مش غلطان. عايز تخصم، انا عايز تخصم، هو اللي عايز تخصم. خلاص لا 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 يا جدعان، احنا يا جدعان. الكاميرا كده، امسك الكاميرا كده، جهنا الكلام اتغير، الكلام ما كانش مكعك، كان جد. انت عايز تقول ايه؟ انت عايز تقول ايه؟ انا هقول لك كلمتين، اسمعني للاخر. انا هقول لك كلمتين هخلص الحوار ده كله. ماشي، دراعي اتكسر وخلاص، قدر ربنا. بس انا وقسما بالله، وقسما بالله ما احلك يا طاغر لما اعور يا حبيبي. انت الغلطان، انت زقيتني وبتلومني على حاجه انا ما عملتهاش. ماشي، انا زقيتك وقعت ودراعك اتكسر، مش كده انا بقى. انت عيل فرفور يا عم، انا فرفور. انت عيل فرفور بس كده. استنى بس يا اسطى، اسمعني بس، اسمعني. شيل ايدك من عليا يا اسطى، شيل ايدك. يا عم انت عامل في ايه؟ انت عايز كنت بتتكلم وبتزعقوا وانا واقف. استغرت كلامك ليه؟ استغرت كلامك ليه؟ انت غيرت كلامك. انا هتكلم بالراحه. انت غيرت كلامك ليه؟ انا مش كده. انت جيت غيرت الكلام عشان هو ابن عمتك. اسمعك انت، بقول لك ايه، بتميل عليه. بقول لكم يا عم، انا اللي عملت الحوار. ما تجعجعش انت وهو، ما تجعجعش، ما تجعجعش. ايه ده يا شريف؟ يا جدعان، يا جدعان، انا عايز اقول حاجه صغيره. انت كان ليك حق عند الراجل، وانا فضلت معاك طول الوقت في المستشفى لحد ما دراعك اتجبس. حلو الكلام، ليك حق عنده تاخده بالراحه، لكن بالعافيه مفيش. حلو، احنا تاني يا عم، كل يوم في حوار. الوقت حبيبي يا غالي، الوقت انت ليك عندي عند الراجل ده حل، هتاخده منه بس بالراحه. لكن ده يجي يتنطلي في الحوار، وده يجي يتنطلي في الحوار، يبقى مفيش حق. مكار. ولا رايحه ولا جايه فيها حق. انا كلامي كده في غلط يا احمد؟ كلامي في غلط يا شريف؟ مكار مكار، انت ظلمتني، وظلمت في الاول طه، وبعد كده ظلمت زلزال، وطه جه على زلزال. تمام، على كله تمام. في الاخر ما هو انتوا بقى عايزين يبقى خصام، احنا قد اي حد. لا لا، وانا قد اي حد، وانت عارف برضو. لا انا قد اي حد يا سامه يا مكار، احنا قد اي حد. انا كنت العيش والملح، واحنا ما بنجليش صوت العيش والملح. ايه ده يا اسطى؟ لا 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 لا، قد اي حد في اي وقت. لا انا كنت العيش، لا يا معلم انا قد اي حد. بقول لك يا شريف، من هنا ورايح، من هنا ورايح. الكلام مش مع زلزال، الكلام معايا انا يا ابني. ده كلام عايز انا، كلام معايا، عايز انا الكلام معايا. ما انت بقول لك ايه، الكلام مش مع طه. شوف الكلام معايا، شوف انتوا عايزين. لا والكلام، وبقول لك ايه، انت جاي تحل ولا جاي تتخانق؟ مالكش حق قدام الناس. لا 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 لا، مالكش حق. مالكش حق، مالكش حق. انا عارف انا هجيب حقي، انا عارف انا هجيب حقي. انت راح ايدك بقى، ايدك ما تتمزش. انا دلوقتي انت بتقول ان هو لي حقه، انا هاخده. حقه راح، حقه راح. الكلام معاك، الكلام معايا انا. مش الراجل اهو عايز حد يجي جنبه. حقه راح بالزي يا باشا، كلام خالص على قد كده. انت عايز يبقى اخصام؟ اصل انا هسد العيش وما هتفتح اخصام بقى، مش اخصام. احنا هربنا وخدوه بالصوت وخلاص، مش ولا بالصوت ولا حاجه. انت مالكش حق.
لك ايه؟ مالكش حق. بقول لك ايه؟ مالكش حق. مالكش حق. مالكش حق والله. جماعه مالكش حق يا زلزال. مالكش حق. انت يا اسطى دخلت زقتني فانا بص زقتك. انا دلوقتي دراعي اتكسر. ماشي وانا مش هسكت وبقولها لك تاني مش هحل طاغر لما اعوره مش لازم انا اعوره انا حقي اجيبه انا قدامك عايز تعورني وريني عايز اشوفك انا دعمك عايز اشوفك اسكت يا نزل ايدك يا انا لو سليم كنت هنتك يلا نزل ايدك لو سليم كنت هنتك بس يا حبيب قلبي انت حقك راح حقك راح بالكلام وبين الجنان حقك راح بالكلام عشان هو مكفور لا يا باشا لا يا اسطى ازاي لا لا يا شريف لا يا شريف نفسك يا عم يا مكر هي كده تغيب لا يا شريف بدات تغيب يا عم انا بقول لك حاضر كلمتين قدام الناس لا فكر غلطان وجمع طه والكلام اختلف اول ما شاف طه ماشي هما الاثنين على طه الكلام اختلف على دلزال والكلام معانا انا ما اتكلمتش ماشي ايه ده اصلا بعدين يعني انا بقول لك يا اسامه يا جدعان الكلام اختلف الكلام اختلف لما لقيت قله ادب اما انا في العربيه جاي بقول طه غلطان وهيتعاقب لكن انت دلوقتي تيجي تقل ادبك لا يا شريف بطل يا شريف بقى انت اللي بتيجي على زلزال لا يا باشا انا مش على حد انا بقى واقف مع زلزال بس يا خلاص انا مش جاي على حد واحنا مش جايين على حد انت جاي على حد والله يا ابدا بقول لك انت جاي والله يا ابدا بقول لك انت ما شفتش الموضوع من الاول اصلا رايح بقى بالله عشان ما جابكش الارض دلوقتي رايح انت دلوقتي اللي عندك كتير وريني اللي عندك اعمله وانت عندك كتير اللي عندك ايدي يا اسطى ايدي يا عم ايدك يا عم ايدك كتير اللي عندك ازاي ونفسك اللي عندك اعمله وانت بتتكلم معايا انا امسك الكلام معايا بلاش عشان هي كانت جايه بس يا عم بس عشان هي كانت جايه فيش ما تجيش ايدك مكسوره يا ابني عشان هي كانت جايه عشان تجيب ايدك مكسوره يا ابني ايدك مكسوره مش عايز اقل بعيد يا ابني عيب ايدك بس يا ابني عيب ايدك مكسوره مش عايز اقل بعيد بقول لك عام ايه ده المكسوره مش عايز اقل من وانت يا شريف انت خاطر صنت العيش والملح انت بقى انت بقى اللي عندك اعمله كل ما عندك خطط عليا وتقول لي عيش وملح انتوا اصلا ما فيش بيني وبينكم عيش وملح اصلا بقول لك انت بس كده انت لا ما فيش بيني بينك بس كده تعالى طه تعالى طه عيش وملح والله العظيم ما في بيني وبينك اللي عندك اعمل انا قلت الكلام خلص اعمله اصلا انا اصلا مش فاضلكم لما ابدا جالكم كلام خالص يا جدعان عشان انا بتكلم بالاحترام ليك حق هتاخده بس بالاحترام مفيش احترام مفيش احترام خالص مفيش حق كلام خلص مفيش كلام تاني بعد الكلام ده لا مفيش كلام تاني شويه خوالات اللي عندهم يعملوه مش صحابنا يعملوه اما انا جاي في العربيه ايوه بقول ان انت غلطان عشان ضربت وهبص هتشيل حق وهتتعاقب لكن دلوقتي يجي يقل ادابهم ونعمل 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 لا يا باشا اللي عندك جامد واحنا ما بنتهددش وما بنخافش ما بنخافش من حد اللي هيجي علي مني هقل منه ايوه فاهم خلص على قد كده اللي عندكم اعملوه ايوه السلام عليكم ده لهم يا عم طه كل شويه كلام رايح جاي وحوارات ايوه لا يا معلم اللي عندهم ايه اللي عندهم يعملوه يا اسطى هم ما يقدروش اصلا يعملوا حاجه معانا جايين اهو فاكر اللي انا قلت لك عيب اه يلا يا معرف بص يا جدعان شايفين يا جدعان اللي تأدب كانوا يخبطونا بالعربيه ايوه كانوا يخبطونا بالعربيه كلام خلص على قد كده طه ايه يا ابني ما تخافش اقسم بجد لما حد فيهم يقدر ما فيش حد فيهم يقدر يعمل معانا حاجه اصلا ده هم كلام على الفاضي انا الكلام معايا خلص الموضوع والله العظيم يعني طز بقى في المجانين واللي جابوا المجانين وابو المجانين طز في اي حد الموضوع بقى فيه مهم واللي عندهم يعملوه وعارف ان انت هتخش تشوف الفيديو ده انا ما شلتش حاجه من الفيديو حطيت كل حاجه اللي عندك اعمله اذا كنت انت ولا الهلفه اللي جنبك ولا الهلفه الثانيه اللي جنبك سلام